وش مشاعركم بعودة بداية؟ الله يا سلام. الله 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 كل شيء للقصائد. ايش مشاعر ايش مشاعر الحي يا جد يا جد علي بندر علي انا اقول ليش مسجلك علي بندر مع فريق سعد صح ولا يلا محل ما تبوني بشروب ابن صامل صد وش اللي محل ما تبوني حياك الله كوفو الله يحييك رجال مخاصم معكم برا تجي تخير يجي يحطونك في المكان اللي تبيه اخترب العلم شيء ما ندري به وش تدور يا الله يحييك يحييك علمك الله يبقيك يعني ما انت ملزم خلصين الاستاذ سعد لان الاستاذ سعد ما اعطاك كلمه وانت لك خيار كامل هذا الشيء شيخ و و و و واضافه لي ما عليك زود ومجمل يعني انا ما نبقى لي شيء عن العقد عندك وعن الريجي اللي عندك بيفاوضونك انا معلمك علمي منتهي عرضك كم ايش عرضك مثل اخويا اللي معه 30 الجائزه 10 المتجر تعوذ من ابليس يا رجال قل لا اله الا الله ترى لوني مكانك رجال انت مخير ما انت بمسير يوم خير وبركه انا ادور مصلحتي سلام. انت تبغى لو انا خليت الجائزه توفر صح سلام. انا اعطيك يا طويل العمر والسلامه 30 الجائزه النهائيه 30 ايوه والمتشر يا طويل العمر والسلامة والله يا باخذ منه بندر انت مخير خمسة ما انت مخير والجائزة النهائية 3 انت مخير ما انت بمسير انت ايش اللي بخاطرك؟ 25 جائزة رجال ما كلمتك الا اني شريك وبيك معي في مجموعة ما في شريك مدري ايش كلام هذا لكن التفاوض هذا العينات هذه العينات اللي تبي يقول لك خلي المراجل على جنب لا ما في كل شيء فيه مراجل كل شيء فيه مراجل بس مصلحة الولد تضر مراجلك عودنا اكبر من مصلحته يا كيف هو يهرجل ما اتكلم عنك قدمت كم قلت لك يعني في مجال المفاوضات فاتح مفاوضات يعني ايوه 25 المتجر تبغى ولا ارجع لساعه وش غيرك غيرت طيب 30 اختلف الكلام 30 يا ولد اول تقول 5 مدري 5 5 المتجر طيب والجائزه 30 ها هناك 10 30 اعطيتك علمي انا انت كفو تستاهل الجائزه كلها لكن انا ما ابي افرق بين الربع اللي معي انت اخوياك سوا اقول احتزم بي للثنادي معك وشارك كفو موف ليش تفاوض يعني ليش ضيعت وقتنا يا بندر والله يا طول عمر طيب طالب ينزل ولا تفاوض غير علشان اثبت له اني ودي به نعم يعني انت استخدمت عبد الله الدراهم يا طول عمر هو يبي يعلمني يقول شوف في عروضات عبد الله خماش طعم عشان لا ما والله ما هو طعم لا يعني انت مجرد وسيله انت خليت يطيع مسافه الله يطول عمره فلذلك راح تندم روح العون يا بندر ولماذا تقول هذا الكلام؟ شوف راح عند عونه وقع عليه يقول الجير سالم لا يقطع الراس الا من يركبه ولا يرد المنايا كثره المال يا سلام يا سلام عند الله يوفقك يا حبيبي وياكم ودنا الله طيب جايب عصا يعني كيف تاخذ جايب عصا خمس كان عرضك جاد ولا كنت تبي بس تخرب والله ابغى اشوف اذا كان لي بندر انا والله اذا كان لي باقي لك واحد صح عبد الله والله ما اكذب بندر عطها اول يوم ثاني يوم رياليتي مع الشباب خليه يتعرف عليهم زين بيحوسهم حوس واضح بيحوسهم حوس واضح ان الان في لحظه شوفوا دائما في بدايات لا تحكمون على احد الله صح انت شفتنا اول يوم ابو عبد الله كيف حن